شكرا معلقنا الكابتن محمد عفيفي. اذا انتهت احداث المباراه، الاهلي بتروجيت 3-0 بتفوق اهلاوي منذ البدايه حتى النهايه، ويثأر النادي الاهلي من لقاء الدور الاول بخسارته امام بتروجيت ويفوز 3-0. برحب بضيوفي المره الثانيه، كابتن ممدوح اهلا بيك. اهلا بيك كابتن احسن. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا. يمكن اجيك كابتن ممدوح، المباراه صارت يعني يمكن بشكل طيب على النادي الاهلي، يمكن تساعدناها منذ البدايه للنهايه، ادينا مباراه كبيره. دي حقيقه، هم طبعا الاولاد استوعبوا الدرس وعودونا دايما رجال النادي الاهلي في الاوقات اللي فيها ازمات ان هم بيفوقوا، الاهلي يمرض ولا يموت. صحيح، خاصه في الكره الطايره. دي حقيقه، دي حقيقه، هم تعودوا ان هم وقت الجد بيلعبوا بجديه جدا. النهارده تسيادوا المباراه من بدايتها، عبد الله عبد السلام وزع اللعب ورجع احمد قطب من النهارده، ما شاء الله احمد سعيد عملاق النهارده، فمباراه كبيره تسعدوها من البدايه. ببارك للكابتن محمد مسلحي وببارك للعيبه وللجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي، واكيد بنقول لبتروجيت هارد لاك قدوا اللي عليهم، وفريق محترم ومجموعه من اللاعبين ممتازين الحقيقه. هو في الحقيقه كابتن هاني مسلحي عمل مجموعه من الشباب السنه دي علشان ياخدوا خبره كبيره ويقدر يخش بيهم المربع. الولاد فعلا عملوا اللي عليهم وعملوا مباراه على قد الامكانيات المتاحه اللي موجوده. ليس في الابداع افضل مما كان، يمكن النهارده لعب جميع اللعيبه كابتن هاني. نتمنى لهم اداء موسم ده لخص طيب. ملخص المباراه يا كابتن مع الساده المشاهدين، اتفضل يا كابتن اتفضل. نتمنى ان هم ان شاء الله يحققوا اللي هم بيتمنوه ان شاء الله يا كابتن. ربنا ان شاء الله. كابتن احمد، يمكن امتعنا بقى بارقامك وتحليلاتك ورؤيتك الفنيه، اتفضل يا كابتن. انا طبعا يعني النادي الاهلي بصراحه عملوا ماتش يعني رائع جدا، وبتروجيت برضو النهارده كانت مفاجاه ليا ان هم عملوا ماتش يعني اكثر من رائع. يعني هم كانوا نادي النادي الاهلي، كابتن يمكن كابتن هاني مصلحي كان كل هدفه ان هو الاستقبال بتاع النادي الاهلي، وهو نجح نجاح كبير. صحيح. جدا ان هو صحيح. يعني يغطي الناحيه الاستقبال. يمكن النادي الاهلي ما حققش الا 4 ارسالات بس، ودي طبعا يعني نقطه تتحسب انا كان السيرف من قوته، كان سيرف يعني في يعني 4 بيلعبوا عبد الله، في احمد سعيد، في احمد قطب، احمد يعني المحترف الرقم 6، لا بيسلل سبايك جامد جدا. رغم كده ان هما البتروجيت نجح نجاح كبير ان هو في الاستقبال، بس هو طبعا يعني عندهم يعني نقط طبعا في البلوك مع يعني مع يعني كاد يعني ضعيف مع البلوك ضعيف، يمكن جابوا بلوك واحد في في المباراه في الـ في الـ في الارسال، جابوا 4 ارسالات، فده مش كفايه يعني. الهجوم برضو كان الهجوم بالنسبه لهم هو كان نقطه ضعف بتروجيت هي الهجوم. طب خليني يا كابتن اقول لحضرتك، يمكن انا برؤيتي النهارده احمد قطب كان نجم، احمد سعيد، عبد الله عبد السلام كان كمان يعني مش انا خايف انسى حد، بس بيتهيألي دول كانوا اكتر 3 مميزين. هما يعني النهارده كانش في ضرب هجوم كتير من في النص الملعب السريع او ضرب من 6، انه كان يعني احمد قطب كان متفوق، فكان عبد الله مش محتاج ان هو بفكرنا بايام. لا هو هو ما شاء الله يعني هو لا يعني هو احمد صلاح اثنين من اعلى مستوى في المركز بتاعهم ده يعني طب خلينا يا كابتن برضه اخد الساده المشاهدين سريعا كده على خبر الحقيقه اسعدنا جدا، وهو سيدات يد الاهلي يتوجنا ببطوله منطقه القاهره. توج الفريق الاول لكره اليد للسيدات بالنادي الاهلي ببطوله منطقه القاهره بعد فوزه على فريق نادي الشمس في المباراه التي اقيمت بين الفريقين اليوم الجمعه على صاله المركز الاولمبي بالمعادي. وقدم سيدات يد الاهلي عرضا قويا خلال المباراه رغم انتهاء الشوط الاول بتقدم الشمس بنتيجه 12-10. ونجح سيدات يد الاهلي في استعاده زمام المبادره والسيطره على المباراه في الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي على الدائره والمرتدات السريعه. وحسم اللقاء لصالحهم نتيجه 22-19 ليتوج باللقب تحت قياده مدربه يحيى يوسف. وبهذا الفوز يواصل سيدات يد الاهلي عروضه القويه والمتميزه تحت قياده المدير الفني يحيى يوسف بعد حصد لقب كاس مصر وتصدر بطوله اليد برصيد 74 نقطه متفوقا على جميع الفرق. وكان سيدات يد الاهلي قد تاهلنا للمباراه النهائيه في بطوله منطقه القاهره بعد تغلبهن
بعد تغلبهن على فريق الزهور بنتيجة 24-8. الحقيقة دي تاني بطولة لفريق كرة اليد سيدات، بطولة كأس مصر اللي فزنا بيها منذ أسابيع أو أسبوعين ثلاثة كان قصاد نادي الزمالك. النهاردة بنفوز على نادي الشمس اللي هو بطل أو حامل لقب الدوري السنة اللي فاتت. فالحقيقة ألف ألف مليون مبروك نصر عيد عبد الملك، تحمل كأس البطولة. الفريق يسير بشكل جيد نحو استعادة المقدمة مرة أخرى، سواء دوري أو كأس أو بطولة القاهرة. دي تاني بطولة ننتظر إن شاء الله يعني دوري السوبر ليهم، أو الأربع مباريات أو السبع مباريات الست مباريات القادمين اللي هم رايح جاي. كابتن ممدوح، يمكن خبر برضو جميل، بطولة دخلت دولاب بطولات النادي الأهلي النهاردة. هو طبعا بنبارك لجهاز النادي الأهلي لكرة اليد للأنسات، طبعا هم عودونا برضو فعلا أن هم يحققوا إنجازات لحاقا بأنسات الطايرة. عندنا فرق ما شاء الله بتحقق إنجازات كويسة، فبنبارك لهم ومزيدا من البطولات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بنقول لهم طبعا اكيد طبعا الف مبروك. اي بطوله للنادي الاهلي فهي بتعتبر يعني تتويج لكل الفرق النادي الاهلي يعني طبعاً. فدي دي الميزه في النادي الاهلي ان هو كل فرق يعني بتكمل بعض الحمد لله. يعني كله يعني كل اي بطوله او اي فرقه بتفوز اكيد بيسعد بيها طبعا طبعا، لان انت عارف حجم الشغل المبذول وحجم الجهد المبذول. فان شاء الله كل التوفيق باذن الله. كل الاجهزه الفنيه مع بعض كلها بتبقى يعني طبعًا اصدقاء طبعًا من زمان وبتاع كده، فعشان كده. طب كابتن، نعود الى المباراه. من وجهه نظر حضرتك يعني في فريق بتروجيت من هو رجل المباراه، وايضا في النادي الاهلي من هو رجل المباراه؟ لا هو يعني هو النادي الاهلي طبعا هنقدر نقول النهارده كان واضح قوي احمد سعيد مع احمد قطب تمام، لكن الفرقه كلها عامه النهارده كان أيوة. يعني يمكن توفقنا النهارده في الهجوم، والهجوم ده صحيح. نتائج ان هو في عندنا ارسال كويس جدا اكيد قوي، بس ما جابش كانش يعني ما كانش بيجيب نقطه مباشره صحيح. لكن بيبوظ الاستقبال. طب ايه رايك يا كابتن نروح ارض الملعب ونشوف لقاء بين الشقيقين؟ نروح لمريم سميح مراسلتنا من ارض الملعب، ولقاء مع كابتن محمد مصالح ميدو وشقيقه كابتن هاني مصالح. اليك الكلمه مريم. بجدد التحية بيك يا كابتن هيثم، وطبعا بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت بالظبط، وعقب يعني انتهاء المباراة ما بين الأهلي وباتروجيت بفوز الأهلي 3-0، يمكن في المباراة الأولى في الدور الثاني. طبعا دلوقتي بيشرفنا يكون معنا الشقيقين، المدير الفني للنادي الأهلي كابتن ميدو مصلحي، وكمان المدير الفني لنادي باتروجيت كابتن هاني مصلحي. طبعا برحب بيك يا كابتن ميدو في البداية، ألف مبروك طبعا. النهاردة يمكن شفنا مباراة يعني رائعة، يمكن كمان اكتمال الصفوف في الفريق ده شجع طبعا الفريق أنه يحسم المباراة مبكرا في الأشواط المبكرة. بسم الله الرحمن الحمد لله. طبعا ده يعني احنا بنكمل مسيرة الدوري. الماتش الأولاني طبعا كان له تأثير كبير جدا، كانوا عملوا ماتش هايل علينا، احنا عملنا محاضرة كويسة قوي والحمد لله يعني قدرنا نحسم الماتش 3-0 الحمد لله. كابتن ميدو، يمكن يعني اللقاء مع باتروجيت بعد الخساره منه في الدور الاول، عايزين نعرف اكتر يعني كان الاستعداد ازاي، خاصه انه 11 مباراه يمكن الاهلي خسر فيها مباراه وحيده كانت امام باتروجيت. يعني احنا ماشيين عادي خالص في الدوري، يعني ماتش وكان عدى الحمد لله، عدينا كل المقلها. لعبنا الحمد لله ماتش زمالك وكسبناه، والدور الثاني ماشيين فيه كويس قوي، بنستعد كل ماتش بماتش. ماتش بتروجيت فرقه كويسه جدا، فرقه من الشباب، هاني عامل فرقه ممتازه جدا. عايز اقول لك ان الشباب الصغير لما كانوا عايزين يلعبوا كتير ما لقيتش ايد امينه زي هاني ان هو يمرنهم في شركه في في في, في, في نادي بتروجيت. فالحمد لله يعني الفرقه هناك كويسه، فالنهارده عملنا محاضره كويسه قوي عليهم والحمد لله. طبعا انت عايز اوصل سلام كابتن هيثم مضيف الكرام، طبعا يعني بيقولوا لك الف مبروك وبيسلموا عليك كتير جدا يا كابتن. الله يسلمهم، وهم يعني انا متابعهم وبعد الماتش يعني بتابع على اليوتيوب كده الحمد لله، يعني سلمي لي عليهم كتير وشكرا الف شكرا. المشوار اللي جاي يا كابتن، يمكن عندنا الاثنين مباراه لا تقل اهميه عن مباراه اليوم يوم الاربعاء، برضو يعني مشوار مكتمل في الدوري، عايز اعرف منك اكتر. لا احنا عندنا في 11 يوم عندنا 5 ماتشات، احنا النهارده ماتش، عندنا هليوبلس، عندنا سموحه، عندنا الترسانه، وعندنا سبورتنج قبل رمضان. كل الماتشات دي ورا بعض، حمل عالي جدا على اللعيبه. ان شاء الله نحاول نعمل روتيشن كويس كده والناس كلها تلعب ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن، نورتنا والف مبروك.
دلوقتي طبعا ننتقل يعني لكابتن هاني. كابتن هاني كابتن هاني يعني هارد لك. انا طبعا يعني اللقاء يمكن النهارده كان فيه اختلاف كبير ما بين الدور الاول، يمكن بتروجيت حقق فيه الفوز على النادي الاهلي. كنا اتكلمنا النهارده في بدايه اللقاء ان هو لقاء اخوي من الطراز الاول، يعني عايزين نعرف منك اكتر يا كابتن. هو يعني من ساعة لما اعتزلنا احنا الاثنين واحنا بنلعب مع بعض لقاءات اخويه، يعني قعد 4 سنين في الجيش وهو كان في الاهلي برضو ميدو، وبعد كده في بتروجيت. يعني الحمد لله احنا ده مثل يعني حلو قوي للرياضه بمعناها الصحيح ومعناها الصحي. ما فيش حد في الدنيا اغلى من ميدو بالنسبه لي، لكن احنا لما في الرياضه هو بيعمل اقصى مجهود وانا بعمل اقصى مجهود. زي ما قال لي كده احنا الحمد لله السنه دي الشركه يعني انا تشرفت ان هم ادوني المسؤوليه ان انا اخد فرقه الشركه، وتوليت المسؤوليه دي السنه اللي فاتت قبل نهايه الموسم ب5 ماتشات، وكانوا في المركز ال11 في الدوري. الحمد لله انا هنا السنه اللي فاتت في المركز الثامن، والسنه دي ابتدينا بدايه كويسه جدا. خدنا بقى يعني بحب انا قوي موضوع ان انا اخد اللعيبه الناشئين ونشتغل معاهم ويتطوروا. خدنا هنا من النادي الاهلي صافي ومرجان وزكريا، والحمد لله زي ما انت شايفه الماتش الاولاني كانوا نجوم. النهار يعني النهارده طبعا انا يعني عشان كان عندنا اصابات كتير انا ما رضيتش اخاطر بيهم، لان احنا بنلعب على المربع، يعني ده الهدف بتاعنا في بتروجيت ان احنا نوصل المربع في الدوري. فاحنا عندنا ماتش يوم الاثنين مع الزمالك وبعديه سموحه الجمعه، فبالتالي ما كانش ممكن اخلي اجازف بمصابين. انا عندي النهارده الاخوين عزب مش موجودين، وعندي اكزو اللعيب المحترف بتاعي بتاع 3 مش موجود. لكن انا يعني كنت خدت الماتش ده تجريب وتدريب لبقيه الفريق. الفريق الحمد لله وصل لمستوى كويس، ويعني نتمنى ربنا يوفقنا ان شاء الله نخلص الموسم في المربع، ونتمنى ان احنا الماتش جاي نعمل مفاجاه لميدو ونديله الدوري. يعني الماتش الجاي نتمنى يعني ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن، نورتنا طبعا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده كان حوارنا يا كابتن هيثم مع الشقيقين. زي ما حضرتك شفت طبعا يعني كابتن ميدو مصلحي وكابتن هاني مصلحي، يمكن يعني حوار اكثر من رائع، يمكن في روح رياضيه وفعلا تمثيل للروح الرياضيه بين الشقيقين. يمكن ادوا التحيه بعد انتهاء المباراه رغم خساره بتروجيت امام النادي الاهلي، ولكن يعني الروح الرياضيه هي كانت الطابع الغالب على المباراه اليوم. وزي ما قلنا فعلا في بداية بنتمنى الفوز للأخ الأصغر، وده اللي حصل فعلا يا كابتن هيثم. بشكرك جدا العودة للاستوديو مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك يا مريم سميح، وبنشكرك على اللقاء الحلو ده الحقيقة الأخوين، وبشكرك وإن شاء الله يكون يعني في مزيد ومزيد مع الكرة الطائرة. أرجع لضيوفي يعني كابتن هاني مصلحي وكابتن محمد مصلحي ضربوا مثل أعلى في الرياضة، ده حقيقة. أخ بيكسب ده حقيقة. أخوه ده حقيقة. وهو ابن النادي الأهلي وبس بيلعب بكل قوة. دي حقيقة. النهاردة أثبتوا للعالم كله أن فعلا الرياضة شيء جميل جدا. أتمنى لهم التوفيق في مشوارهم. نقطة كنت أحب أوضحها، تضحيات اللاعبين. يعني النهاردة محمد مصلحي أما احتاج اللاعب محمد عادل وهو نعم. واخد حقنة ومفروض ما كانش يلعب، خدت على صحيح. نفسه ونزل لما حس ان الفريق محتاج له. فتحية تقدير لجميع اللاعبين النهاردة ان هم بيضحوا في سبيل اسعاد جماهيرهم. نقطة حلوة برضو، يوسف الصافي النهاردة نجم نادي بتروجيت، ابن النادي الاهلي وابن العملاق الكبير حمد الصافي واسطورتنا الكبيرة. ويوسف مرجان الحقيقة النهاردة برضو كان هايل ان شاء الله. فعلا اولاد النادي الاهلي بياخدوا خبرة، وان شاء الله يرجعوا يكملوا المسيره في النادي الاهلي ويحققوا الانجازات اللي النادي الاهلي متعود عليها ان شاء الله. كابتن احمد اجي لحضرتك. كابتن محمد قال عنده 11 مباراه في يمكن عنده حد... لا عنده 11 يوم، خمس مباريات. انا اسف، خمس مباريات في 11 يوم اولهم النار. ده ضغط على الفرقه. ضغط، بس هو عنده يمكن اكثر من 20 لاعب جاهزين في اي وقت، واكيد هو هيعمل. يعني النهارده مثلا احمد صلاح ما لعبش، الماتش الجاي ممكن هو يشيل المباراه لوحده. عنده لعيبه كتيرة قوي، يعني ما النهارده يمكن كان مثبت الفرقه. غير يعني كان بتروجيت النهارده تقريبا ال 14 لاعب اشتركوا في المباراه، عشان كده ما نقدرش نقول ان بتروجيت ان هو فيش حد كان نجم النهارده، ان هو كلهم متوزع عليهم ليهم. بس هو الملاحظ النهارده ان الاخطاء الفرديه للعيبه تقريبا قليله جدا في الماتش. ممتع يعني الماتش، بس الاهلي تفوق. الاهلي تفوق بس في الامكانيات، حائط الصد الديفنس الاتاك. يمكن يعني الاتاك مثلا الاهلي حاول يعمل حوالي 40 كوره اتاك،
بتروجيت عمل حوالي 21 او 22 كوره، فطبعا ده الفرق اللي عشان كده الاهلي كسب. لكن لو التروجيت عنده مثلا يعني غير محترفين وابتدى يجيب الاطراف ممكن يبقى البتروجيت وضعه احسن من كده كتير. النهارده الزمالك كسب 3-1 سموحه، وتفضل برضه هتفضل منافسه، يعني هتفضل منافسه لاخر مباراه ان شاء الله. اخر مباراه ان شاء الله يعني كابتن هاني قال ان احنا ممكن نعمل مفاجاه ونهدي للدوري النادي الاهلي الماتش الجاي. طبعا نتمنى له يعني نتمنى له اللي هو منافسه شريفه وكل يعني طبعا النهارده كابتن هاني مسلحي بيلعب، لو قدر يكسب كان هيكسب. لا طبعا لا 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 منافسه شريفه وبدليل انه كسب الاهلي في اول شوط، ويمكن عنده لعيبه ما اشتركتش، بس هو عشان يعني انا اعتقد ان هو يعني مثلا احمد عزب لعيب كويس جدا، بس يعني يمكن كابتن هاني فضل ان واحد يبقى الاستقبال احسن افضل شويه. صحيح. كان يمكن الاول لعب مروان ولعب حمدي يوسف الصافي، وبعدين لازم احمد حماده، هم دولت كان يمكن استقبالهم احسن شويه من احمد عزب. لكن احمد عزب لاعب كويس قوي، ممكن يشترك في المباراه ان هو يعني المباراه الجايه ان شاء الله. كابتن احمد زكريا رئيس قطاع الناشئين طبعا في النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، نجم نجوم منتخب مصر النادي الاهلي، بشكرك نورتنا وشرفتنا يا كابتن. ده شرف ليا ان انا اكون متواجد في قناه النادي الاهلي. يعني كابتن ممدوح اسماعيل نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي وعضو لجنه انتقاء المواهب، بشكرك نورتنا وشرفتنا يا كابتن. انا اشكرك، وليا طبعا كل الشكر لقناه النادي الاهلي والكابتن احمد زكريا في تحليلاته الفنيه الرائعه. انا متشكر ان انا موجود مع نجمين كبار وخبرتك في مجال الكره الطايره، رموز من رموز الرياضه المصريه. اكيد، شكرا يا كابتن. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع وننتقل الى كره السله، مباراه النادي الاهلي وسموحه، ولكن بعد الفاصل.